نقصنا هزينا الستانتور العافيه ديال الكاميو اللي هو الحجم الكبير. السياره كانت ماجا اونفاس معايا، قلت له اعتق اعتق. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص بواحد البطل ماشي في الرياضه وماشي في التيكواندو ولا حتى كره القدم، بطل من نوع خاص، بطل ديال واحد العمل انساني قام به ديال اسبانيا. اكيد شفتوا واحد الصوره ديال واحد جوج شابات او ثلاثه شابات مع واحد جوج المغاربه اللي نقدوهم واحد الحريق، وما غاديش نطول عليكم بزاف، نخليكم هو اللي غيعرف بنفسه. سي معاذ الهاشتي، مرحبا بك. السلام عليكم، عيدكم مبارك سعيد وعلى جميع المغاربه وكذلك امير المؤمنين محمد السادس نصره الله. نطلب من الله موفر الصحة والعافية، وكذلك كنسطر عليها جميع السائقين المهنيين وخصوصا سائقي جمعية البغاز لسائقي الوزن الثقيل. كنبلغ لهم التبريكات ديالي. صراحة الشيء اللي ما كناش كنتوقعوه هنا والصديق ديالي من هذا المنبر هذا، أنا أنهضر بصفة مزدوجة، يعني أنهضر بالاسم تحت الصديق ديالي، حيت حنا كنا بجوج بينا، كنا في طريقنا من الجزيرة الخضراء في اتجاه مدينة طراغونا الإسبانية في الأصبعة قبل مدينة مالاقا بواحد 3-4 كيلومتر. المهم الكوستا قريبة هنا، واحد تقريبا واحد ساعة ونص من الجزيرة الخضراء هذيك المالاقا. المهم هاد الحادث هذا وقع يعني في واحد الوقت وجيز. المهم الحادث كيفاش كان، السيارة كانت ماجا اونفاس معايا في الاتجاه المعاكس، ديك السياره فيها الدخان طالع منها الدخان، شديت اليمين اوتوماتيكمون في البال ديالي شديت انا اليمين. علاش؟ قلت انا ربما ديك السياره هذيك باينه عتنوض فيها العافيه، هذوك الناس اللي كانوا فيها ربما تسوقر عليهم بيبان. يعني ديك الساعه انا قلت لصاحبي قلت له اعتق اعتق، شلط شلط بهذه العربيه هذه، قلت له شلط شلط. لبسنا اللي جيلي جون ديالنا، المغاربه معروفين تبارك الله، يعني بالزربه ديالهم صافي. الانسان هذه جات عفويه مع عند الله سبحانه وتعالى، حنا كمسلمين يعني روح المعاونه ضروري، الانسان ضروري. المهم نقزنا هزينا الستانتور العافيه ديال الكاميون اللي هو الحجم الكبير، بغينا نقطعوا كاتر فوا من هنا وكاتر فوا من لهنا، يعني العمليه شويه صعيبه، 8 د المسالك. هاد المسالك الاولى وخصك باش ما تشكش خطوره على مستعملين الطريق، خصك باش تقطع بواحد الطريقه اللي هي سلسه وما تشكش هاد الخطوره هادي. المهم انتظرنا حتى خوات الطريق شويه، المهم قطعنا اربعه المسالك الاولى. في المسالك الثانيه كان شويه صعوبه مع السياره، راه الطريق سريع. المهم كاين شويه ديال الكلاكسونات غريب بان الانسان يقطع هاد الطريق هادي. الغريب الغريب في الامر سي معاذ وهو انه يعني انتم قطعتم الطريق من الاتجاه المعاكس، وشحال ديال الوقت وحتى واحد يعني من المره من الناس اللي دايزين السيارات ديالهم، يعني حتى شي سائق ما توقف حداهم اللي هما في المسلك ديالهم، يعني في الطريق ديالهم. هذه هي الحاجه اللي هضرت عليها الام والاب هاد الفتيات هادو، اللي هو قال في واحد اللحظه قال بان غريب الناس قطعوا من الاتجاه المعاكس وتا شي واحد من هذاك الاتجاه هذاك ما وقف عليهم. المهم وصلنا عندهم، كانوا خرجوا جوج الفتيات، وصلنا السيارة الثالثة كانت خارجة والسيارة في وسط منها الدخان، يعني ما معروفش اللي كاين باقي تما، وهما في واحد الحالة اللي هي يقدر يكون رضيع، يقدر يكون شي موسين، شي واحد مسكين يعني مداوي الاحتياجات الخاصة. متوقعة في هذه الحالة أي حاجة، مع هما في واحد الحالة هيستيرية، بنات باقين 17 18 19 عام ما واصلينش، فهمتي؟ وصلنا تما دخلت السيارة في وسط منها الدخان، راه فهمتي؟ ما خفتيش؟ لا ديك الحاله هذيك ما خفتش، عندي واحد الحاله اللي خفت فيها، يعني مازوت ليصاص. هذيك هي الحاله اللي كنت كنخاف منها. المهم الحمد لله السياره ما فيها حتى شي واحد، خرجت الاخرانيه. المهم مع الحله ديال الباب كانت خرجت، حاولنا ديك الساعه نمشيو الحاجه المهمه هي العافيه، بغينا نحاول نطفيو العافيه. حاولتوا تشوفوا فين الورقه السياره ولا الامتعه اللي فيها؟ لا، الاولانيه بغينا نشوفوا العافيه ندركوها قبل ما تتاجل. صحيح، بغينا نطفيو داك العافيه. الصديق ديالي مشى للغطاء المحرك بغى يحلو، لقاه سخون، شوط لي يدو حيد منه. انا حاولت ندخل التيو ديال الستانتور للداخل وبقيت كنضرب، طاحت العافيه، طاحت ديك العافيه ان فوا حيت منها وهي تنوض. مع النوضه اللي نضت ديك العافيه مع كانت سخونه بزاف، العجله الاماميه انفجرت. هذيك هي الحاجه اللي تخلع، ونقولوا ماشي والله تخلع طريف، حنا بقينا كنضحكوا على بعض حيتنا ما كنا ماشيين في الطريق مور داك الشيء هذاك، فهمتي؟ حيت قول له يا الخواف بجوج بينا. صراحه الله تحياتي للاخ يوسف السني، تبارك الله عليك، حتى هو
كان مغامر معايا صراحة الله هي هذيك. وأنا متأكد بأن أي سائق مهني غير على المهنة عيقوم بهذه العملية هذه، فهمتي؟ عيقوم بهذه العملية هذه بكل جرأة، علاش؟ إنسان واحد الحالة إنسانية عيحاول يعمل ما أمكن باش ينقذ الناس، وهذا واجب علينا كمسلمين صراحة هي هذه. المهم كمل لك القصة، من فجر ديك العجلة كان واحد تفزعنا صراحة نورمال. قلنا أنا شنو قلت؟ أنا قلت بأن الطونوبر ليسانس انفجرت، وإذا انفجرت راه مشينا. المهم ديك الساعة ميت أجلس العافية، مشينا ديك الساعة نشوفوا شنو كاين، أوراق السيارة، الأمتعة اللي عندهم كاينة تما، حاولنا نخرجوا جميع الأمتعة. في هذه اللحظة هي خدات ديك التصويرة، جوج البنات يعني صوروك، هاد عملوا معك سيلفي. هادي ماشي سيلفي، هما في اللحظة كان فزع. المهم كانوا مخلوعين بزاف، حيت هما كانوا بثلاثة، أنا كنت في وسط السيارة، صاحبي غادي بالأمتعة يحطهم. ديك الساعة جات ديك التصويرة اللي جا فيها الصديق ديالي، أنا كنت ديك الساعة محشي في وسط السيارة كنقلب شي أمتعة بقات مع الكوسان ولا شي حاجة، راه كنت في وسط السيارة ديك الساعة نيتك. المهم حاولنا ناخذ داكشي كامل، واحد الساك وشي قفه هيدا وشي لعيبات ديالهم كاملين، حتى الكريك. المهم حيدنا حنايا، خملنا داك الطونوبير كامل، حاجه ما خليتوها طيلة تحرقت، يعني تحرق بوحده صافي داكشي اللي كاين. المهم مشيت عندهم انا كنبرد فيهم شويه، ما كاين زعما موقع حتى شي حاجه، كنقول لهم السياره تمشي وهي تجي، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن الحياه الانسانيه اللي ما كتصعودش. المهم شنو عملت داك الساعه نيتك؟ المهم سمعتها كتهضر مع ما كذا، يوقفوا علينا شي شباب كذا، هادي ما عرفتهمش شكون هما. انا قلت له سوي ماروكي، فهمتي؟ المهم ردات الفعل ديالها ملي قلتي لها مغربي، هي في حاله هستيريه. المهم ما داركاش الواقع، حتى هما شوف اللي جندها 18 19 عام باش السياره تحترق لك، وهذه اي واحد واخا يكون كبير راه. المهم كملنا هذه العمليه هذه، حيدنا عملنا الواجب ديالنا حد ما تحرق، حيدنا لهم الامتعه ديالهم، كملنا المهمه ديالنا، خصنا نرجعوا فحالنا نكملوا الطريق ديالنا، حيتاش في الطريق سريع ممنوع علينا نوقفوا، واخا ممنوع حنايا عملنا الواجب ديالنا الحمد لله. قلنا لهم سلام عليكم، طلعت الشاحنه كلاكسونيت عليهم. هذا هو اللي بغيت نسول، يعني معروفين الشياف بالكلاكسون، تي تي سلامه، واحد الفرحه لا توصف بها، انهم كيشيروا. المهم واحد الحاله، المهم صافي. شنو كان الاحساس ديالكم نتوما ديك اللحظه هذيك لما نقطوا جوج يعاود ثلاثه الارواح؟ صراحة الله اش غنقول لك، هو واحد الشعور بان انقذتي الناس، كتجي واحد الفرحه في القلب ديالك، فهمتي؟ ولكن داكشي لله في سبيل الله، فهمتي؟ حنايا ما كناش كنتوقعوا بان ديك الصوره عتبان، هذيك الصوره ما حيت جات عيتينا شي كيفاش ملقوط، باش تفاجئوا التصويره كاينه هاد التصويره هادي. حتى وصلنا للبلاصه ديالنا اللي غنخويو فيها، خوينا صاحبي كيتفاجئ الصديق ديالو صرد له، قال له هذا كيشبه لك هاد السيد هذا. جا هو قال لي معاذ شنو هادشي هذا؟ قلت له العجاب هادشي هذا، قلت له هادو هما شبروا شي سيلفي، مي شدوا ديك السيلفي. المهم كان داك الساعه حنا الحد الاثنين صبحنا في المقر اللي غنخوي فيه، الاثنين والثلاث والاربع والخميس، هاد الايامات هادي كامله والسيده كتقلب علينا، كتقلب في الفيسبوك في الانستغرام، كتقلب في التيك توك، فين هما هاد الاشخاص هادو؟ كتقول لك هادو ملائكه الطريق، هاد الناس اللي وقفوا لنا بهاد الطريقه هادي. اصدقاء ديالنا كيعيطوا لنا كيقولوا لنا راه الناس كيقلبوا عليكم. حنايا هذيك الوقفه هذيك لا نريد لا جزاء ولا شكورا، هادي شي هذا لله في سبيل الله. يعني انسان بدون شعور مشي يعمل ديك العمل هذاك، قام الواجب ديالو، الله يخرج على البركه، ما كنتسناو لا السوشيال ميديا بان يكون هادشي هذا، كنجبروا كلشي كيهضر في اوروبا في الشرق الدول العربيه في المشرق كلشي كيهضر. اللقطه الطريفه هو بان جبرنا ردونا بان حنايا جزائريين، حنايا المهم كان عندنا الوقع ديالنا، يعني كنضحكوا انا وصاحبي. المهم هودنا بحالنا نهار الجمعه في الصباح كتجينا واحد المكالمه تقريبا مع 9 الصباح، الام هاد الشابات هادو، هي واحد الشابه فيهم اخرين صحاب. المهم واش نتوما فعلا هاد الناس اللي قاموا بهذا العمل هذا؟ قلنا ليه، بقات كتسقسينا على التفاصيل، بقات كتسول غتاكد واش نتوما ولا لا، حيتاش جاوا بزاف ديال المكالمات بانها هما هنا وما هنا، فهمتي؟ المهم حنايا ما عندنا غرض، مي تاكدت من عطينا هاد التفاصيل شنو كاين، ولاد قالوا له هما هادو بالتاكيد. قالت لي فين نتوما؟ قلت لها في الجزيره الخضراء، كنتسناو لومباركوما باش ندخلوا بحالنا، كانت الامور شويه عامره بزاف في الجزيره الخضراء، النظره الجاليه المغربيه كانت بكثره بزاف، وما كيخليوش الشاحنات يركبوا،
السائقين تكرفصوا في هذه الحاله هذه الصراحه الله يهدي تكرفصوا مع الحراره والصيف مع الحراره والصيف لا الانسان خصو يدخل عند وليداتو خصو يدخل يعيد فهمتي حتى يوسف مسكين كنوجه له تحيه من هذا المنبر لان سي يوسف ما ساعفوش لحظ انه وجه المغرب يعيد صراحه انا ما كرهتوش في هذه الساعه يكون معايا ونعملوا هذا الحوار هذا مع بعضياتنا فهمتي بالمناسبه اخي يوسف ملي تجي مرحبا بك الكاب راديو الله يجازيك بخير شكرا بزاف انا تكسينا كنشكرو بزاف المهم تصريح الاب ديال الفتيات قال لك هاد الناس هادو علاش وقفونا في هاد في الاتجاه المعاكس وجاونا هنا وما وقفش شي واحد من هنا يعني واحد حيتاش نتوما مغاربه واحد العمل اللي هو جاهم غريب فهمتي جاهم غريب وحنا جانا تقريبا ماشي زعما شي حاجه اللي هي مساله عاديه حنا الحمد لله المغاربه كنشوفوا مثلا الحريق في الطريق نقدروا نوقفوا مع خوتنا يعني هاد مساله عاديه فينا حنا الحمد لله والشكر لله جات عندنا السيده جات عندنا السيده بالصدفه عطيتها الموقع ديالنا فين حنايا عطيتها حدا واحد القهوه هما جاو كيقلبوا في وسط البور وهما يلقاونا عي صدفه ها هما هادو الدراري اللي ونزلون عندنا ورحبوا بينا بزاف رحبوا بينا بزاف حتى الام بدات كتبكي فهمتي قالت لنا نتوما ملائكه الطريق كنقول لها هادشي هذا لا شيء كتقول لي لا ماشي عادي ملائكه الطريق وهذا العنوان اللي عملته واحد الجريده اسبانيه يعني قالت ملائكه الطريق يعني خرجوا في لحظه ونقدوا ثلاثه ديال الشابات هما شافوا بان هذا العمل زعما ملائكه الطريق وحنا كنشوفوها كسائق مهنيين يعني عادي عمل عادي جدا لله في سبيل الله فهمتي الانسان كان يقدر يعمل وكاين اللي ما يقدرش يعمل ننتظروا لا مكافاه لا والو حنايا هادشي لله في سبيل الله بالنسبه لي اخي معاذ انا وجهه النظر ديالي كتستاهل واحد الوسام من اعلى درجه لان علاش شرفتوا المغاربه وشرفتوا السائق المهني وكذلك المسلمين قالت هي القضيه بان هادو مسلمين فهمتي باين حنا كنا كنهضروا مع بعضياتنا بالعربيه انا وصاحبي فهمتي المهم اش غنقول لك الصدد هاد الحادث هذا مشى بواحد الطريقه سريعه بزاف وكنا يعني علامه استغراب هادشي هذا مشى بواحد الهاله اعلاميه كبيره بزاف كنجيبوا الاخبار فين ما كنحلوا شي صفحه كنجبر الاخبار ديالنا والعائله يعيطوا كلشي كيفتخر بينا كيقول لك هذا العمل اللي عملته عمل كبير الحمد لله والشكر لله خي معاذ باقي عندك شي حاجه ما تضيفها الحمد لله كنشكر جميع المغاربه وكنقول لهم عيد مبارك سعيد والسائقين كذلك جميع السائقين سواء في جمعيه البوغاز سواء في خارج جمعيه البوغاز كنعطيهم كنرفع لهم قبعه علاش العمل الكبير اللي كيقوموا به صراحه هي هذه كنشكرهم بزاف وجزاكم الله خيرا وشكرا بزاف شكرا خي معاذ شكرا على تلبيه الدعوه وكذلك شكر الكبير للسي البشير رئيس جمعيه البوغاز للوزن الثقيل لسائقي الوزن الثقيل كنشكرو لانه هو كان وسيط بيني وبينك باش جينا اليوم عندنا معك هذا اللقاء وانا تواصلت معك يعني قبل العيد قبل ما تجي ما تدخل المغرب قلت لي ان شاء الله لما ندخل غادي نكون معكم ان شاء الله كنشكروك بزاف خي معاذ باش نقول عايش رئيس جمعيه البوغاز لسائقي الوزن الثقيل اولا كنرحب بكم في مقر جمعيه البوغاز وبالنسبه للموضوع ديال السي معاذ الهشتي ولا الرفيق ديالو السي يوسف السني صراحه هذا العمل اللي قاموا به يعني عمل بطولي وعمل جبار ودائما السائق المهني يعني مشهود له بهذه التضحيات يعني دائما مضحي بالوقت ديالو بالحياه ديالو بالاهل ديالو من اجل دوران العجله الاقتصاديه وغير دابا حاليا راه السائقين يعني في هذا العيد المبارك كاين بزاف ديال السائقين اللي بقوا عالقين في الضفه الاخرى في الجزيره الخضراء من ضمنهم يوسف السني صراحه اللي رجع ما يعني كاع ما دخل يعيد مع الاهل ديالو وزائد العشرات ديال السائقين اللي كيتوفوا في اطغال ديال افريقيا زائد السائقين اللي تم الاغتيال ديالهم في مالي يعني دائما السائقين مشهود لهم والحاجه اللي هي مهمه هي في البدايه ديال الجائحه السائقين المهنيين هما اللي بقوا يعني خدامين في الجائحه وكيمشون البؤر ديال الوباء يعني هي التضحيه هذه راه يشهد لها التاريخ ولكن للاسف يعني كنلقاو السائقين يعني العدسه ديال الكاميرا ما كتوجهش لهاد الفئه هذه ونتمنى ان شاء الله يعني حتى المسؤولين على هذا القطاع باش يردوا الاعتبار للسائق المهني شكرا مشاهدينا الكرام نتلاقاو في لقاء اخر ان شاء الله وكذلك كنوجهوا التحيه لسي يوسف السني من هذا المنبر هذا ان شاء الله نتلاقاو عما قريب